امتى الزمان يسمح يا جميل واقعد معاك على شط النيل؟ مصر هبة النيل مقولة قالها زمان قوي المؤرخ الإغريقي هيرودوت، والنهاردة هتكون فسحتنا على النيل. هنتمشى على كورنيش العجوزة لغاية ميدان الكيت كات ونرجع تاني لميدان الجلاء. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، ويلا بينا بسرعة نبدأ رحلتنا وجولتنا النهاردة. هنبتدي رحلتنا النهاردة من شارع شارل ديجول أو شارع الجيزة، وحننزل كده من نفق العجوزة وحنستكمل رحلتنا على كورنيش العجوزة. يمكن أنا حرصت على بعد حلقات اسكندرية وتمشيتنا بقى على كورنيش اسكندرية أو على البحر في اسكندرية، حرصت أن أول حلقة بعد حلقات اسكندرية تكون على البحر في القاهرة. كان زمان الناس بيقولوا على النيل البحر، وما زال في بعض الناس بيقول لك انا هتمشى على البحر اللي هو النيل، خاصة في المناطق الريفية وفي الصعيد. احنا كده نازلين بقى على نفق العجوزة، هناخد النفق كده ونطلع بقى مباشرة على شارع كورنيش النيل او طريق جمال عبد الناصر في كورنيش ومنطقة العجوزة الجميلة، عشان نكمل رحلتنا لغاية بقى ما نرجع تاني لميدان الجلاء. هنوصل لميدان الكيت كات، ويمكن بعد كده هنرجع تاني على ميدان الجلاء. الأنفاق اللي احنا شايفينها او اللي احنا فيه واحد منها دلوقتي اتعملت فيه الشوارع وفي التقاطعات المهمة عشان تحل كتير من المشاكل اللي كانت بتحصل يوميا وكانت ممكن تخلي رحلتك لأي مكان شيء من العذاب. طبعا الأنفاق أفضل من الكباري في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للأماكن، لكنها طبعا بتكون مكلفة أكتر وبتاخد وقت أطول في الإنشاء. احنا بتاعنا كده بقى على شارع النيل، وبقى على يمنا نادي القضاء، ولسه هنكمل بقى طريقنا في شارع النيل وفي شارع كورنيش العجوزة الجميل جدا. نهر النيل العظيم بقى موجود دلوقتي، وكورنيش النيل بقى موجود دلوقتي على ايدينا اليمين. هنستعرض بقى الشوارع اللي موجودة على ايدينا الشمال في رحلتنا واحنا راجعين بإذن الله. الجزء اللي احنا فيه دلوقتي ده يعتبر جزء من منطقة العجوزة العريقة. طبعا مبدئيا كده حي العجوزة هو جزء من محافظة الجيزة، وموجودة ما بين حيين جامدين جدا، يعني حي المهندسين وحي الدقي، شمالها المهندسين وغربها الدقي وشرقها نهر النيل. تعتبر منطقة من المناطق الراقية والجميلة، وإن كان فيها بعض الأجزاء الشعبية. طبعا المنطقة دي متسمية على اسم واحدة ست، او مش على اسم بقى، على صفة واحدة ست العجوزة، اللي هي كانت واحدة اسمها نازلي هانم بنت سليمان باشا الفرنساوي اللي كان مؤسس الجيش المصري في عصر محمد علي. الست دي اتجوزها شريف باشا اللي هو كان طبعا ليه شارع مشهور جدا في منطقة وسط البلد، والراجل ده كان يعتبر ابو الدستورية المصرية. الراجل ده كان رئيس الوزارة 4 مرات. محمد شريف باشا كان عنده حوالي 30 فدان في المنطقة اللي احنا ماشيين فيها دي، كان نفسه بقى يبني مسجد كبير في الارض دي، لكن الراجل توفى والقدر لم يمهله ان هو يبني المسجد ده في حياته، فمات سنة 1887 قبل ما يبني المسجد. هنا بقى وبعد وفاته وبعد 25 سنة قررت نازلي هانم اللي هي مراته او اللي كانت مراته انها تحقق امنية جوزها وتبني هي الجامع ده. اشرفت بنفسها على بناء الجامع في المكان اللي موجود فيه الجامع، هنتفرج على الجامع ده في رحلتنا واحنا راجعين. اشرفت بنفسها بقى على بناء الجامع ده رغم ان كان عمرها ساعتها عدت 90 في الوقت ده، وعشان كده الناس سمت المسجد ده باسم مسجد العجوزة، نسبة بقى للست العجوزة الوفية لجوزها. كانوا دايما بيشوفوها فبيقولوا بقى الست العجوزة جت، الست العجوزة راحت، وكانوا بيحبوها بشكل كبير جدا. بيقول كمان ان الست دي رغم عمرها الكبير كانت متواضعة جدا، وكانت تخيلوا كانت بتعمل الشاي للعمال بنفسها. ممكن احنا زي ما انتم عارفين المصريين كده لما بيمشوا في الشوارع وبيمروا من شوارع واحياء مصر يوميا وبيقولوا اسماء الشوارع واسماء المناطق واسماء الاحياء دي بمنتهى الثقة، لكن في الاغلب ما بيكونوش عارفين معناها، لان في الاغلب يمكن اكيد الشوارع دي والمناطق
المناطق دي ما خدتش اسمها صدفة، لكن لكل اسم حكاية زي ما احنا بنحكيها كده في عدد كبير جدا من رحلاتنا وعدد كبير جدا من جولاتنا في المناطق المختلفة. على يمنا دلوقتي نادي الزمالك النهري، طبعا احنا عارفين ان نادي الزمالك موجود في شارع جامعة الدول العربية النادي الرئيسي، وادي النادي النهري. كان النوادي زمان كان من المتعارف عليه كده ان هم بياخدوا جزء بيقتطع كده او بيكون على نهر النيل مباشرة، بيكون هو النادي النهري الاعضاء بيقدروا ان هم يعودوا فيه ويستمتعوا بمنظر نهر النيل، والنادي الاهلي برضو لنادي نهري. احنا لسه كده مكملين طريقنا في شارع كورنيش النيل وطريق جمال عبد الناصر، وكنا بنتكلم ان دورنا ان احنا نوضح حكايات المناطق او حكايات اسماء الشوارع اللي احنا بنمشي فيها، لان فعلا يمكن اسماء الشوارع دي جزء مهم جدا من تاريخ الشعوب وجزء مهم جدا من ذاكرة المدن بصفة عامة او المدن اللي احنا بنمشي فيها. يمكن كنا عدينا على كوبري مطلع لكوبري 6 اكتوبر في طريقنا، وادي مطلع لكوبري 15 مايو، وعلى يمنا كمان نادي وزارة المالية، وعلى شمالنا كان السيرك القومي هنتفرج عليه واحنا راجعين، ومسرح البالون اهو موجود على شمالنا. احنا لسه مكملين طريقنا في شارع كورنيش النيل. الجزء اللي جاي مباشرة ده هو اللي هيدخلنا على منطقة المهندسين وشارع احمد عرابي وشارع جامعة الدول العربية، وطبعا من الشوارع المشهورة جدا في منطقة المهندسين والشوارع الرئيسية جدا في منطقة المهندسين. يمكن قبل ما نخش على الكورنيش كنا عدينا على كوبري الجلاء، ويمكن ده كان اسمه الكوبري البحر الأعمى. ليه بقى كان اسمه كوبري البحر الأعمى؟ لأنه في أواخر عهد الخديوي إسماعيل كان شريف باشا صديق وزميل دراسة للخديوي، وسنة 73 قرر الخديوي إنشاء مقر جديد في الزمالك اللي هو فندق المريوط دلوقتي، وكان البنى ده كان بيستلزم تحويل مجرى النيل، واستخدم بقى الخديوي مئات العمال اللي كانوا لسه راجعين من حفر قناة السويس في حفر البحر الأعمى وبناء كوبري الجلاء. أخلى الخديوي المنطقة من سكانها الأصليين اللي كانوا بيسكنوا في العشش اللي موجودة في الزمالك، ورحلهم بقى على الضفة الغربية اللي هي الحتة اللي كنا ماشيين فيها من شوية صغيرين، وزي ما قلنا محمد شريف باشا كان بيمتلك أراضي هنا، وتكملة القصة زي ما قلنا. احنا كده داخلين بقى على ميدان من الميادين المشهورة جدا برضو، هو ميدان الكيتكات. المسجد اللي في قدامنا مباشرة ده مسجد خالد بن الوليد، خليكم حافظين اسم المسجد ده، هنحكي حكاية الميدان ده دلوقتي، بس عايزين نقول انه شارع السودان هو الشارع اللي في وشنا دلوقتي. بنلف كده حوالين ميدان الكيتكات، وهنرجع بقى عشان نرجع تاني لميدان او ميدان الجلاء اللي موجود في كوبري الجلاء في رحلتنا في العودة، وهنتفرج بقى على أسماء الشوارع اللي هتقابلنا كلها تقريبا على إيدينا اليمين، ويمكن مبنى وزارة الثقافة هو اللي موجود دلوقتي على إيدينا اليمين. هننزل كده من النفق، وهيكون فوق النفق ده في مسرح البالون وفي السيرك القومي في العجوزة. نحكي بقى حكاية ميدان الكتكات أو حي الكتكات، وهو يعتبر من الأحياء الشعبية البسيطة، بتعتبر جزء مهم من مناطق امبابة. في طبعا فيلم شهير جدا للفنان الكبير الله يرحمه محمود عبد العزيز اسمه الكيتكات. المنطقة دي كانت بتجمع الصفوة في فترة الحملة الفرنسية على مصر، كان فيها ملهى ليلي كان موجود في مكان الجامع اللي انا قلت لكم خليكم حافظين اسمه، اللي هو جامع خالد ابن الوليد، كان موجود في مكانه ملهى ليلي، وكان بيتجمع فيه الامراء والفرنسويين. الغريبة بقى ان المنطقة دي اتسمت على اسم صاحبة الملهى الليلي ده، كان اسمها كيتي ألفونس فرانسوا، ومن كيتي جت كلمة كيت، ولأن الرقاصة دي كانت شبه القطط، ولأن كلمة قطة بالإنجليزي يعني كات، فبقى اسم المنطقة الكيت كات. يعني انتم متخيلين الحكاية، أشياء والله في منتهى العجب. على يمنا دلوقتي السيرك القومي بالجيزة أو بالعجوزة،
ويمكن زي ما قلت لكم ده شيء يدعو للعجب وعجيب المصريين. عموما زي ما قلت لكم المبنى الملهى ده اتهد واتبنى مكانه جامع خالد ابن الوليد اللي احنا شفناه من شويه. على يمنا دلوقتي المعهد الدولي البريطاني، وبعديه لسه مكملين طريقنا في شارع كورنيش النيل وفي طريق جمال عبد الناصر. كان رغم ان حي العجوزه على يمنا دلوقتي برضه فندق شهرزاد من الفنادق المشهوره جدا على كورنيش النيل، ولسه بنكمل طريقنا وبنتفرج كده على اسماء الشوارع. هيكون ان شاء الله باذن الله لينا رحله في حي العجوزه بشكل كامل، وهنتفرج على عدد كبير من الشوارع الداخليه لحي العجوزه اللي احنا ماشيين فيه. الحي ده ما فيهوش اماكن فسح وخروج كتير، لكن قربه من حي المهندسين زي ما احنا شفنا. طبعا هو بيمسك زي ما قلنا هو ما بين حي المهندسين وحي الدقي، وكمان قريب جدا من حي الزمالك. هتلاقوا في الثلاث مناطق دي في عدد كبير من المحلات التجارية والكافيهات والمولات والسينمات، وده زود اقبال الناس اللي بيدوروا على شقق ان هم يسكنوا في الحي الجميل اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. من اهم شوارع الحي اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي شارع النيل اللي احنا ماشيين فيه، وشارع الغيث، وشارع عبد المنعم رياض، وشارع شاهين، وشارع ابو المحاسن الشاذلي، وشارع الفلوجه، او شارع اللي بيتسمى دلوقتي محمود خليل الحصري اللي احنا كنا لسه معديين عليه من شويه صغيرين. في ميادين مهمه جدا في الحي ده، ميادين ميدان شاهين واسوان وميدان ابو المحاسن الشاذلي. يمكن حي العجوزة عموما بيتميز ان هو من الاحياء الهادية، وده بيخلي عدد كبير من السكان المصريين او حتى المغتربين بيحبوا ان هم يسكنوا في الحي ده. ممكن توصل للعجوزة زي ما احنا شفنا من كوبري 6 اكتوبر، ممكن توصلها من كوبري 15 مايو، ممكن توصلها من كوبري قصر النيل وكوبري الجلاء، ممكن توصلها من شارع التحرير لو جاي من الجانب الاخر، وممكن توصلوا عن طريق نفق العجوزة من شارع شارل ديجول او شارع الجيزة، زي ما بالظبط كده بدأنا رحلتنا النهاردة. يمكن حي من الاحياء المهمة جدا، واللي زي ما قلنا بيتوسط او يعني موجود يعتبر في وسط مدينة القاهرة. يمكن برج القاهرة هو باين على ايدينا الشمال. صراحة يعني مناطق القاهرة مناطق جميلة جدا. الجامع اللي هنشوفه بعد شوية اللي تسمت على اسمه، لانه زي ما قلت لكم الجامع ده بعد ما اتبنى اتسمى جامع العجوزة، يعني كان متسمي نسبة للست العجوزة اللي هي كانت نازلي هانم، كان اتسمى على اسمها الجامع ده، وكان اسمه مسجد العجوزة. لكن بعد كده الجامع ده اتغير اسمه وبقى اسمه جامع النيل. على يمنا دلوقتي شارع نجيب محفوظ، وعلى يمنا كمان مطعم من المطاعم المشهورة والكافيتريات المشهورة جدا في المنطقة دي، وهو مطعم نعمة. يمكن مطعم نعمة ده كان من الكافيتريات القديمة قوي اللي كان الناس خروجة لعدد كبير جدا من الشباب في يمكن الثمانينات والتسعينات، او انا مش متأكد يعني من يعني يمكن اقول في التسعينات اكيد، واعتقد هو كمان مبني من الثمانينات. هو طبعا من المطاعم والكافيتريات المشهورة في منطقة العجوزة. احنا ما زلنا مكملين طريقنا في شارع كورنيش النيل طريق جمال عبد الناصر. هيقابلنا بعد شوية كمان مطلع كوبري 6 أكتوبر مرة تانية. على يمنا دلوقتي شارع الفردوس، وبنتفرج زي ما قلنا كده على عدد كده من أسماء الشوارع اللي موجودة في طريقنا لغاية ما هنوصل لميدان الجلاء مرة تانية، وهنلف كده من ميدان الجلاء لأن احنا ما شفناهوش في بداية رحلتنا، لأن احنا بدأنا رحلتنا مباشرة من نفق العجوزة. كنا عدينا بقى كمان على مسرح البالون، وعدينا على السيرك القومي. يمكن مسرح البالون في العجوزة ده تابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والمسرح ده ليه قصة مهمة. يمكن كان يوسف بيك وهبي سنة 1960 أو كوبري 6 أكتوبر، بس بنتكلم أو كوبري 6 أكتوبر، هو اللي موجود فوقينا دلوقتي. في مطلع كده على إيدينا اليمين وفي مطلع على إيدينا الشمال، كل مطلع من دول بيروح في اتجاه مختلف، في اتجاه اللي رايح على مدينة نصر، وفي كمان الاتجاه اللي رايح على الدقي. احنا كده مكملين لسه طريقنا في شارع كورنيش النيل في منطقة العجوزة الجميلة، وما زلنا لسه على يمنا دلوقتي شارع سالم سالم، وبنكمل طريقنا في المنطقة دي.
نرجع نكمل حكايتنا عن مسرح البالون. يمكن يوسف بيك وهبي سنة 60 تكلم السيد بدير اللي هو كان المستشار الفني لفرق التلفزيون المسرحية، وقال له إن في مسرح على شكل بالون كده ممكن تفكه وتركبه في مكان تاني معروض للبيع في إيطاليا، وكان سعره ساعتها 39,000 دولار. كان الدولار ساعتها ب 33 قرش، تخيلوا، كان الدولار ساعتها ب 33 قرش، يعني الجنيه بيساوي 3 دولار. بالفعل مصر اشترت المسرح ده، ووصل الاول في اسكندريه، اشتغل هناك شويه ولكن سنه 2 لغايه سنه 62، وبعدين اتنقل للقاهره في مكانه اللي موجود دلوقتي. يعني انت مسرح البالون ده ممكن تفكه وتركبه في مكان تاني. كمان كان على ايدينا اليمين السيرك القومي اللي اسسه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنه 66. طبعا موقع السيرك ده موقع مميز جدا جدا، ومواصلاته سهله جدا. كنا عدينا كمان من شويه صغيرين بقى على المسجد اللي قلت لكم عليه، اللي هو مسجد العجوزه او الجامع اللي اسمه دلوقتي جامع النيل. الشوارع اللي على ايدينا اليمين دي هتدخلنا على حي الدقي الجميل، وعمق بقى حي الدقي الجميل وميادين حي الدقي الجميل، هيكون لينا رحله ان شاء الله باذن الله في حي الدقي. احنا كده ما نزلناش بقى النفق اللي هو نفق العجوزه، ومشينا من جنب النفق وطالعين كده على كوبري الجلاء. هيكون على يمنا مباشرة الشارع التحرير في الاتجاه اللي هيوصلنا على مناطق المهندسين ومنطقة أو ميدان الدقي برضو، ولو دخلنا شمال هنطلع على كوبري الجلاء، وفي وشنا مباشرة ده شارع شارل دي جول وشارع المساحة، موجود في ناحية وشنا برضو بس ناحية اليمين شوية، وكان في تمثال طه حسين في ميدان الجلاء. وكان على يمنا شارع السد العالي، ادي شارع المساحة هو الجزء ده، وفي اسم شرطة الدقي مباشرة موجود في وشنا دلوقتي. يمكن رحلتنا النهاردة كانت مليانة بالمعلومات، وأتمنى إن رحلتنا النهاردة تكون عجبتكم. وزي ما قلت لكم أدي كده ده شارع شارل ديجول في اتجاهنا لجامعة القاهرة وميدان النهضة. أتمنى إن رحلة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.